السلام عليكم. وردتنا أسئلة كثير بخصوص أعداد التقرير النهائي، خصوصا أنه عليه 30% من درجة الامتحان النهائي، أي ما يقارب 18 درجة. فبالتالي سويت لكم هذا الفيديو ليتضمن في التعليمات بسيطة أو أساسيات في إعداد التقرير النهائي، أتمنى تستفادون من عندي. بداية، أفضل أنه كل طالب قبل ما يبدأ يعد التقرير الخاص به أنه يسوي فولدر لكل مادة. يعني مثلا مادة طالب المرحلة الثالثة مادة المصول واللقاحات، أجي أكتب أسوي فولدر وأكتب عليه تقرير مادة المصول واللقاحات، حتى من أدور بالإنترنت وتطلع لي معلومات مثلا بحوث، أجي مباشرة أضيفها ضمن هذا الفولدر، شو وقت ما أحتاجها أرجع إلها راح تكون موجودة وجاهزة عندي في هذا الملف. مثل اليوم أنا سويت ملف بسيط سميته إعداد التقرير، ضميت به الشغلات اللي أحتاجها بإعداد هذا الفيديو. مثلا أول شغلة أساسية أحتاجها في إعداد التقرير الواجهة اللي دزيناها لكم على الصفوف، هذه واجهة التقرير. طبعا واجهة التقرير جاهزة ملف وورد، تقدر مباشرة تمليها وتكمل عليها. بداية مكتوبة المعلومات بوزارة التعليم العالي، كلية مدني العلم، قسم علوم الحياة. راح نيجي هنا عنوان التقرير، انت راح تكتب العنوان اللي اختاريته، اسم الطالب، الاسم الثلاثي او الرباعي، المرحلة الدراسية، مرحلة ثالثة، رابعة، اولى، ثانية، بكيفكم انتم تسجلوها هنا حسب المرحلة. الدراسة المسائي يكتب مسائي والصباحي يكتب صباحي. المقرر الدراسي، هذا هواية سألوا عليه الطلاب، المقرر الدراسي يعني المادة الدراسية، يعني مثلا مادة المصول واللقاحات، مادة المناعة، مادة الفسلجة الحيوانية مثلا، فتكتب هنا اسم المادة. المربعات الجوة راح تتركها متمليها، هذه تنملي من قبل أستاذ المادة. هذه طبعا بالنسبة للمعلومات الموجودة على واجهة التقرير. هسه أني إذا أريد أدي كتابة التقرير ممكن أن أستخدم هذه الواجهة نفسها كتكملة لكتابة التقرير. شلون يعني؟ راح أجي أخلي هنا المؤشر ومن ثم أدوس إنتر، راح ينزل يفتح لي صفحة جديدة أجي أكمل بها المعلومات اللي أنا جمعتها حول التقرير مالتي وأسترسل بالكتابة إلى أن أكمل التقرير مالتي. زين، بعض الطلاب يقول أنا ما أريد هذه الواجهة، أريد أصمم فد واجهة خاصة بي، بس أريد هذه المعلومات تكون موجودة ضمن الواجهة اللي أنا راح أصممها. عادي، بكل سهولة ممكن أن أقدر، راح أجي أحدد فد كلمتين ثلاثة أو سطر أو حرف كيفكم، ومن ثم أختار كنترول وأي، راح تتأشر كل المعلومات، رايت كليك وأسوي لها كوبي نسخ. ومثلا أنا هنا محضر لكم ملف حتى نضيف به هذه المعلومات. طبعا من النقاط المهمة أنه اسم الملف يكون اسم الطالب والمرحلة الدراسية، يعني مثلا اسمي عمار باس عبد الكريم المرحلة الرابعة، هذه من راح تلسلها للأستاذ. طبعا تعرفون أساتذتنا أغلبهم يدرسون أكثر من مرحلة، فبالتالي راح يكون اسمك موجود والمرحلة موجودة، تسهل علي عملية جمع التقارير ضمن الملف الخاص بالمرحلة اللي انت بيها. زين، هنا أنا مثلا شلون تغير الاسم؟ معروفة، تغيير الاسم رايت كليك ومن ثم اختار رينيوم، وراح نجي نكتب الاسم والمرحلة. زين، مثل ما ذكرنا انه هاي الواجهة اريد انقلها الى صفحة جديدة حتى ابدي الكتابة مرة ثانية، راح اجي اختار رايت كليك ومن ثم لصق، هنا انتقلت المعلومات نفسها. هواي طلاب يقولوا لي الشعار ما نقل عندي، شلون راح انقل الشعار؟ راح ارجع الى نفس الصورة، راح اسوي نسخ ومن ثم ارجع الى الملف اللي انا حضرته واسوي لها لصق. هنا نزلت بشكل ما مرتب، راح ادوس عليها واروح على بيكتشر تول ومن ثم راح اجي اختار بوزيشن الموقع واختار الموقع الجانبي نفس الموقع اللي مختاري، بالتالي حتى تقدر عندك مرونه ان تغير مكان الصوره من دون ان تتغير الكتابه. صارت عندي الواجهه جاهزه، وبنفس الفكره اللي ذكرناها قبل شويه تملون المعلومات ومن ثم تقدر انتر وتنزل الى صفحة جديدة وتبدي تكتب بيها المعلومات اللي خاصة بك. زين، طبعا معلومات التقرير راح نرجع احنا هنا نكمل للسهولة على هذه الواجهة الجاهزة. راح اجي هنا في حال كانت لغة الكتابة اللغة العربية راح اكمل بهذا الاتجاه، لان اتجاه الكتابة هنا باتجاه اللغة العربية. زين، اذا البحث اني ماتي باللغة الانجليزية ايش راح اسوي؟ راح اغير اتجاه الكتابة. شلون؟ اختار اتجاه اللغة الانجليزية، تغيرت اتجاه الكتابة باتجاه اللغة الإنجليزية، صارت جاهزة لغرض جمع المعلومات. أول خطوة نسويها إحنا عادة
انه نروح للانترنت ونكتب عنوان الموضوع او عنوان التقرير اللي اختاريناه حتى نجمع معلومات عنه. مثلا اليوم اختاريت الهيرد اميونيتي ومن مواضيع السيرولوجي اند فاكسينز باعتبار انه موضوع بسيط وكنا نعرفه فاختارينا لغرض اعداد التقرير. طبعا ما راح اخوض بالمادة العلمية ولا بالمعلومات الموجودة بالتقرير بس كآلية عامة لاعداد التقرير. من راح اكتب هيرد اميونيتي راح تطلع لي ملايين المواقع اللي تحتوي معلومات عن هذا التقرير او هذا العنوان. طبعا احنا عادة متعلمين نروح قبل الويكيبيديا، مثلا نفتح الويكيبيديا نقرأ المعلومات. اهم نقطة موجودة انه التقرير لازم اقراه، ما يصير انقل معلومات واجي اخليها بالتقرير وادسها بدون ما اقراها. ممكن ان تكون المعلومات متشابهه، ممكن ان تكون المعلومات مو بها فايده، يعني مو ذات اهميه، مو صلب الموضوع، فلازم اني اقرا المعلومات اللي راح احولها للملف وادسها للاستاذ. تشوفون هنا مثلا هيرد اميونيتي كاتبين عليها معلومات كلش هوايه ب فيما يخص هذا العنوان. زين، هل يا ترى أنا راح أجي أنقل كل هذه المعلومات من الويكيبيديا وأجي أحولها للملف؟ هذا أكبر غلط، لأنه الأستاذ قبل راح يعرف أنه أنت نقلت المعلومات من موقع الويكيبيديا مجرد كوبي بيست خليتها ودزيتها، هذا أي جهد أنت ما بذلت، حتى التقرير ما قرأته، فبالتالي راح تحصل على درجة قليلة على التقرير. الأفضل أنه أنا أقرأ وأجمع معلومات من أكثر من مكان. يعني مثلا هنا عجبتني هذه العبارة الأولى، هاي الثلاث أسطر الأولى أو الأربع أسطر، راح أجي أخذها أشرها وأقدر أسحبها وأخذها أنقلها إلى الملف اللي أنا حضرته. زين، هذه المربعات شنو اللي بها أرقام؟ هذه المصادر، يعني مثلا هنا واحد اثنين، يعني أكو مصادر إحنا أخذنا هذه المعلومة من عندها اللي هي هنا الريفرنسز، هذا الريفرنس رقم واحد، هذا الريفرنس رقم اثنين. إذا أنا أريد أضيف مصادر راح أبقي المربعات هناك بالأرقام مالتها واحد اثنين وأنقل المصادر إلى نهاية التقرير مالتي. إذا ما أريد أني أضيف مصادر، التقرير يكون بدون مصادر، أنقل هذه المعلومات الموجودة أمامي مباشرة وأحولها للملف من دون ما أنقل هذه المربعات. يعني أنا استلمت تقارير موجودة هذه المربعات اللي بيها أرقام المصادر، أرجع إلى نهاية البحث ما ألقى مصادر، راح أقول الطالب مباشرة نقلها من دون أن يقرأ الموضوع وحتى المصادر ما خلاها. واضحة الفكرة؟ فنقلنا هذه المعلومات، راح نجي نحولها الى الملف اللي احنا حضرناه، نزلت بهذا الشكل. الترتيب بعد شوي راح نسولف عليه. زين، راح اجي اروح الى موقع ثاني، اختار موقع ثاني يحتوي على نفس العنوان، ادور به على معلومه ثانيه قد تفيدني. مثلا هذا موقع ثاني فتحته يحتوي على معلومات ايضا على الهيرد اميونيتي، راح اجي انقل هذه الثلاث اسطر مثلا احتاجها ضمن البحث مالتي. احنا اتفقنا انه لازم نقرا، بس هنا اني بشكل عام دن سولف وما اقدر اني اقرا كل المعلومات واجي اصفط عليها تقرير، فبالتالي مجرد كمثال لكم حتى تتعلمون كتابه التقرير. اجيت نقلت هذه المعلومه ايضا، رايت كليك بيست نقلتها. تشوفون كل وحده خط، لان كل موقع يكتب بطريقه وبخط معين. بعد رجعت ادور مره ثانيه على موقع الاخ وهكذا. بالنسبه مثلا هذا الموقع الاخر اللي لقيته ايضا يحتوي على معلومه، اخذت من عنده هذه المعلومه نسخ ومن ثم اجيت لسقتها في الملف مالي. زين، تجمعت عندي معلومات من الانترنت. بعد عندي فد مصادر لقيتها، مثلا مصادر بي دي اف بشكل بحث، موجود بحث بمعلومات عن الهيرد اميونيتي. هذا البحث الثاني نزلته قبل شويه بمعلومات عن الهيرد اميونيتي. جيت دائما احنا بالبحوث ندور على الكونكلوجن، يعني حتى نعرف انه خلاصه الموضوع او البحث هذا. اجبتني من عنده فد مجموعه اسطر، ايضا راح اجي انقلها بهذا الشكل واحولها الى الملف مالتي اللي اني حضرته. نفس الحاله مثل ما ذكرنا، وفي حال انه المصدر احتاج ان اضيف مصادر راح اجي اضيف مصادر. يعني انقل هذه المربع بس ارقم على اساس الترقيم مالتي، يعني مو 3 3 القى 2 3 موجودات عندي بالملف، او 4 9 هذا مو ترتيب، لا لازم 1 2 3 ارقمها اني على الترقيم مالتي. هنا من اخذتها منها اقدر انه اضيف هذا المصدر، هذا البيبر كمصدر الي واضيفه في نهايه التقرير مالتي. راح اجي ايضا نقلنا هذه معلومات جديده. شوفوا هنا هذا لانه بيبر فيكون النقل الكتابه به عموديه، فبالتالي لازم اني ارتبها. مجرد اوقف على بدايه المعلومه اسوي لها باك سبيس واجي ارتبها بهذا الشكل مثل ما تشوفون. رتبت عندي المعلومات مال هذا البحث الثاني
اللي جمعت من عنده المعلومات. بعدها مثلا عندي اني اتذكر بالمحاضرات ماتي بالمصول واللقاحات كانت عندي معلومه، يعني مفضل ان تنقل معلومات من المحاضرات مالتك، حتى الاستاذ يقول انه هذا متابع وياي وعنده معلومات عن المحاضرات اللي انطيها. مثلا عندي هنا هاي الباراجراف هذا او النقاط الاخيره كيفكم انتم، شنو اللي يعجبكم ممكن ان تنقلوه، تشوفوه مفيد ضمن التقرير مالتكم ايضا ممكن ان انقله. نقلت صارت عندي مجموعه من شلون نقول المحاور او الباراجرافات. هذه مثلا تكون ضمن الانترودكشن، راح اكون عنوان الاول هو الانترودكشن المقدمه، هذه الانترودكشن. بعدها راح تيجي المتن حسب التقرير اللي انت تسويه، راح تيجي تضيف المعلومات تسلسليا. زين، هل هذا مقبول هذا الشكل؟ اكيد ما مقبول، لان يعني كل كتابه بخط وكل كتابه بنوع وكل كتابه المسافه بيناتها بشكل، يعني التنسيق غير صحيح بهذا الشكل. اذا دزيتها بهذه الطريقه اكيد ما راح تحصل عليها درجه، لان انت مجرد ناسخ المعلومات ولاصقها، لازم تسوي لها فالتنسيق بسيط. عمليه التنسيق ما تاخذ منك اقل الدقيقه، مجرد اني راح اجي اشر هذه الكتابه اللي اني كتبتها بهذا الشكل، اشرتها، راح اجي اسوي عليها التغييرات. التغييرات احنا الخط اللي طلبناه من عندكم هو الحجم مالته 14، هذا 14 حددناه. زين، نوع الخط بالبحوث وبالرسائل وبالاطاريح المعتمد بشكل اساسي هو التايم نيو رومان، موجود قدامكم باول اربعه الاساسيه هو التايم نيو رومان، خلينا صار كلها نفس الخط. اللون راح اجي اسوي له اوتوماتيك، يعني حتى يكون لونه اسود، صار التنسيق عندي باللون الاسود وباتجاه واحد باللغه الانجليزيه. زين، النقطه الثانيه اللي اريد اضيفها انه هسه هذا الترتيب ممكن انا ارتبه بشكل اكثر، هو صار باتجاه الانجليزيه، ان اسويه بشكل كتابه مصفوفه ومرتبه. راح اروح الى هذا الاختيار واختار الاول من عنده، راح يكون بهذا الشكل مرتب عندي التقرير بشكل واضح. تبقى عندي نقطه مهمه واخيره اللي هي المسافات ما بين الكلمات، المسافات ما بين الكلمات او بين الاسطر، العفو، المسافه بين الاسطر المثاليه تكون 1.5. هسه هذا التقرير صار عندي واضح، كلماته متباعده وواضحه ومرتبه وبكل سهوله اقدر اقراها والاستاذ راح يستفاد منها، وتوحدت عندي كل المعلومات اللي جمعتها من اكثر من مصدر. زين، تريد تضيف ترقيم للصفحات ممكن ان تروح الى انسيرت وتضيف له البيبر نمبر وتضيف الترقيم مالت الصفحات. زين، هسه انا بعد ما كملت التقرير وضفت المعلومات كلها، بقى مثلا اني هذا الباراجراف يحتاج ان اضيف له صوره، هذا الباراجراف دي يشرح هنا يحتاج ان اضيف له صوره، فايش راح اسوي؟ راح اروح للانترنت مره ثانيه ادور على صوره. عمليه البحث على الصوره مو صعبه، يعني مثلا اريد للهيرد اميونيتي او للعنوان او للباراجراف اللي كان موجود عندي امامي، راح اختار بحث عن صور، تشوفون اختار بحث عن صور، راح تطلع عندي صور على الهيرد اميونيتي بشكل كبير. طبعا الصوره مهمه في تعزيز المعلومات اللي موجوده عندك ضمن التقرير. هسه مثلا عندي اختاريت هذه الصوره، فتحتها راح اخذها اسوي لها سيف ايمج واسيفها في الملف اللي انا اريده، مثلا هذا هو اعداد التقرير، حتى تكون ضمن مثلا المصول واللقاحات. مثلا عندي التشريح المقارن، اسيف الصوره ضمن ملف التشريح المقارن. انحفظت عندي الصوره، راح اروح الى ملف التقرير اللي انا دا احضره واسوي انسيرت ادراج الى بيكتشر صوره، واروح الى الديسكتوب الملف اللي انا مخليه، راح اختار اعداد التقرير ومن ثم اضيف الصوره مالتي. خلاص ضفت الصوره. مثلا اريد اسوي لها توسيط، احنا قلنا هاي البيكتشر تولز كل شيء موجود بها، البوزيشن، الموقع، مكانها. مثلا اريد اخليها بالوسط، راح اجي احولها صارت عندي بالوسط. من تضيف صوره بالتقرير لازم تضيف عنوان وياها، يعني مثلا هذه عنوان، يعني راح تكتب فيجر، مثلا فيجر واحد، تكتب لي عنوان هذه الصوره تقول الهيرد اميونيتي. هنا من راح تجي بالشرح هنا ايش راح تكتب؟ فيجر واحد، حتى اعرف انه انت هذا الشرح مالتك موضحه بصوره موجوده جوا بفيجر واحد. واضحه الفكره؟ هنا صار عندي التقرير جاهز ومرتب. اذا عندك مصادر ريفرنس راح اضيفها بالاخير، استنتاجات من الشيء اللي انت لقيته، مثلا الهيرد اميونيتي خصوصا بهاي الفتره ويا انتشار الكوفيد 19،
اللي هو فيروس الكورونا، راح تذكر انه مثلا انه الدول الاوروبيه استفادت من هذا وكذا، انت بعد تصيغه حسب طبيعه الموضوع اللي انت تريد تعدل. خلصنا من هذه الفقره، راح اجي ادوس سيف، سيفت هذا التقرير، ومن ثم راح اجي شنو اسوي؟ راح ادوس على فايل حتى احوله الى صيغه بي دي اف، وانا مسوي لكم فيديو قبل وانتم اكيد شايفيه. راح اختار سيف از ومن ثم رويز، وراح اجي الى بي دي اف، ومن ثم واجهه التقرير. هنا قلنا ممكن ان نكتب اسم الطالب، وانا صراحه اسويها اكتب اسمي مرحلة مثلا الرابط، وش راح اسوي له؟ راح اسوي له سيف. انتهى الملف اللي موجود عندي اللي هو عبارة عن وورد، اتحول الى ملف بي دي اف جاهز بيه المعلومات الخاصة بي وبيه البحث مالتي وكل المعلومات اللي اضفتها ضمن هذا التقرير صارت جاهزة. زين، انتقل للخطوة الثانية. الخطوة الثانية شنو هي؟ هذا خلاص بعد ما احتاجه. الخطوة الثانية انه اني اريد ان، هذا طبعا هذا الملف في البي دي اف، اريد ان ادز هذا الملف على الايميل. بعض الاساتذة ومن ضمنهم اني طلبت من عندكم التقرير ان يرسل على الايميل. راح اجي ادخل الى الايميل ماتي، مثلا هسه اني عندي الياهو، راح اروح طبعا ادخل الياهو، اكتب اليوزر والباسورد، انفتح عندي هذه الصورة اللي امامكم. راح اروح الى اختيار بريد، راح ينفتح هذا البريد بهذا الشكل. راح اروح الى اختيار انشاء باعتبار اني اريد ادز ملف جديد. راح تطلع عندك هذه الواجهه، هذه الواجهه. زين، ايش راح اسوي؟ هنا ايش راح تكتب بهذه؟ راح تكتب اسم الايميل اللي انا دزيت لك اياه، يعني الايميل ذاك مو رابط تحول لي به الملف، لا، الايميل حتى هو عنوان تكتبه هنا حتى تدز لي الملف. فراح تكتب الايميل اللي انا دزيت لكم اياه مثلا msc@gmail.com. هذا صار عندي الايميل جاهز. سبجكت، راح تكتب لي تقرير اسم الطالب، اسمك تكتبه والمرحله حتى اعرف بالعنوان، حتى من توصلني الرساله اعرف انه هذه الرساله وصلتني هي تقرير الطالب الفلاني ضمن المرحله الفلانيه. بعدها شو راح اتحمل الملف؟ راح تروح على هذه شكل الدبوس، هذه راح اسوي اتاتش للفايل فروم كمبيوتر. راح نجي نختار، طبعا وهنا احنا قلنا على الديسكتوب، قلنا اعداد التقرير، نفتح هذا الملف، راح اسوي له اتاتش. راح يتحمل هنا عندي الملف مثل ما تشوفون امامكم، ملف البي دي اف اللي انا حضرته اللي هو خاص بالتقرير. شوفوا بدأت عملية التحميل. هنا الطريقة راح تكون مثالية، هذا التقرير قلنا تكتب اسمك الثلاثي وتكتب لي المرحلة. هسه التقرير مكتوب بالاسم، عنوان الرسالة صحيح، عنوان الايميل صحيح، ايش راح اسوي له؟ راح اسوي له سين. خلاص. راح يرسل هذا التقرير إلى الايميل الخاص بي وتكون العملية مضبوطة 100%، ما عندك بيها أي مشكلة. طبعا هنا السيندنج شوية النت ضعيف، من يقول لك هاي يور مسج هاز بين سيند، انتهى يعني الملف وصل، ماكو داعي تسالني استاذ وصل الملف او لا، خلاص انت ما دام قال لك هذه العباره يعني الايميل انت كاتبه بشكل صحيح والملف اندز ووصل. اتمنى تكونون استفاديتوا من هذا الفيديو بشرح بسيط عن الاعداد التقرير، بس هذا الشرح البسيط ممكن ان تحصل من خلاله على درجه جيده. وفي حال عندكم اي سؤال او استفسار في اعداد التقرير ممكن ان تراسلوني وان شاء الله اقدر اساعدكم. وأتمنى لكم التوفيق، مع السلامة.